بس عشان نبين للعالم كله ان احنا يعني لا حرب بوقفنا ولا اي شيء ممكن يوقفنا عن رياضتنا وعن حلمنا وعن هويتنا، وغير هيك يعني بنضيع الطاقه السلبيه، بنضيع يعني وقت. من عشرات السنوات طبعا احنا بنمارس رياضتنا بشكل عام يعني في المناطق العامه وفي المناطق السوافي جبال الرمل. فلما صارت علينا الحرب على غزه صرنا نيجي على المناطق المقصوفه اللي انقصفت من قبل الاحتلال الصهيوني حتى نوصل رساله للعالم انه عزيمتنا واصرارنا انه حيضل اعلى من الاول.